هلا صباح النور، كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. كيف نمتي منيح الليله؟ الحمد لله. من عارف انت بتلفي وبتدور بدك تسالي سؤالك المعهود، شو هو؟ ايش بدنا نطبخ اليوم؟ من عارف متعود على، انا عارف بنتي وعارفك. شو رايك يا ست حلا شو نطبخ اليوم؟ ملفوف. صراحه انا مش عارف. نعم ملفوف. نعم ملفوف. ملفوف مره واحده يا ماما، بتعرف ملفوف شو بده؟ ملفوف بده بدك تروح تشتري حبه ملفوف، وبدنا نروح نسلقها، وبدنا نجهز حشوة، وبدنا نحطها على الغاز، وبدها ساعتين على الغاز، يعني بدها ورشة طويلة عريضة. بعين الله. يلا طيب، هاي فنجان قهوة، خليني هيك أشرب ومخمخ هيك بس هيك، طولي بالك علي. وبعدين بنكرر عشان تروح تجيبي العدة، شو رأيك؟ ماشي. ونخلي أخوك يروح يجيب. ماشي. منيح الوضع؟ يلا. ماشي. شو بده بهارات؟ شو بده؟ بده رز. جهز البهارات. بده لحمة مفرومة. وبده بقدونس. وفي ناس بيحطوا كزبرة، وبده ملح، وبده فلفل أسود، وبده يا ماما. كبداية شو رأيك نقع الرز؟ نقع الرز شو رأيك؟ يلا يلا يا ست حلا. نعم نعم، حبة قصيرة. كمان 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 كمان. خلص أشوف كم ضايل من الكيس. خلص ممتاز جدا. هلا شو نحط عليه؟ يلا حط عليها مي. تمام. طيب الخطوة الثانية انه رايحين نجهز البهارات واللحمة. قبل البهارات واللحمة فكر 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 فكر. ملفوف. نسلق الملفوف. يلا تفضلي ست حلا. نحط نجرة مي على الغاز. يلا. يا سلام يا حلا، فنجان القهوة من الآخر. نعم يا ست حلا. وبعدين ادخلي في الموضوع. وبعدين اللي وراها اللي وراها ايش بدك؟ اقطع الملفوف. وبعدين؟ اقطعها. انا اقطعها. لا انت بدك تعمليها. يلا انت حكيت بدك تعملي وبدك انت تعمليها. يلا ما خصني انا. يعني انا مسهل عليك من عند الخط، من هون هيك شايف الخط هيك. بدنا نقطعها. طيب يلا قطعيها. انت قطعيها هلا كله بيطلع معك. يلا اشوف فنني، فرجيني المواهب تبعونك. شفتي كيف عاد؟ سهله ولا مش سهله يا ماما؟ سهله شويه. يلا حاولي. ايوه ممتاز. يلا من الجهه الثانيه هلا وخلصنا. طيب لفي. ايوه 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 ممتاز ممتاز. يعني احنا يا ماما واحنا صغار ما كنا نعرف نعمل اشي. كنت اضلني واقفه مع ماما في المطبخ واتعلم منها، اشوفها كيف تعمل اصير اعمل زيها. ولا كيف الواحد بده يتعلم؟ كيف الواحد بده يتعلم؟ هلا انت عندك اجازه، ففرصه انه انا بدي بقى اني انا معطله وانت معطله. انه نتعلمك هيك، يعني منه انت بتتسلي وبتقضي وقت، ومنه كمان يعني بتتعلم الطريقه. هلا في ناس راح يعترضوا على طريقة القص يا ماما، بصراحة أنا جربتها المرة الماضية، كان عندي ملفوف كبير كتير وفيش ولا طن، جربته ساعة والورق بتكسر من حاله، فهمت علي حلا؟ فجربت الطريقة هاي، شفت الوضع يعني منيح، يعني مش الحال، مهم كيف الطعم، منيح؟ طب يلا الخطوة الثانية، يلا. سلام، إيش هذه حلا رايحة على عروس؟ في حنة؟ مش عارف، ذكرتيني بصينية الحنة يا ماما، بس بصراحة يعني شو هذا؟ ابدا مستحيل انت اللي راح تطبخي اليوم. يلا الخطوه الثانيه شو هسه بدنا نعمل؟ يلا صوره تذكري وانت ماسك الشيء. ممتاز. يلا عصلك. يلا يا ام اس شو بدك تعملي؟ مي سخنه. تمام. طيب شو رايك نحط كمون؟ نحط كمون في المي. يلا تمام. ملح؟ لا بس كمون، ما في داعي للملح. حلا وين رحتي يا ماما؟ وين يعني بالضبط رايحة؟ تمام يلا بستنى. ولا قوة إلا بالله. هاي اللي بركن، هاي أخذت اللي بركن على البنات. وأنا جيت. حلا وين كنت يا حلا؟ كمون. مش على أساس يا ماما بدك تسلك الملفوف؟ شو جبتي يا ماما يا حبيبتي؟ شو جبتي لي معك؟ اللي أفحصح.
مصحصحه والله يا شربنا قهوه هسه يا ماما الله يسامحك. يلا يا حلا بدنا نسلق المفروض هسه كمان شوي بابا بروح بنلاحق نخلص اكل. يلا 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 نسيب نحط شيء يا ماما ايش هو؟ طب يلا يلا حطي حطي كمون حطي كمون ايوه حطي كمون حطي كمان مش على الملفوفه يا امي مش على الملفوفه على ال... على ال... ايوه ايوه في هناك ملعقه كان حطيت ملعقه من اللي في العلبه. يلا تمام تمام خلص ماشي الحال. بدنا نجيب شيء نمسك فيه الملفوفه نحركها. يلا حطي ملعقه صغيره ممسوحه. ممتاز جدا. لا في يعني من الظاهر انك راح تطلعي موهوبه يا امي. ماشي الحال يلا تمام الخطوه اللي وراها. الملفوفه نحاول نقلبها. ايوه ايوه أي تمام ممتاز. صعب يا ماما؟ مش صعب صح؟ يلا بنسلقهم وعلى الخطوه الثانيه ماشي؟ يلا. شوفي ما اسهل يا ماما كيف لما بنكون بكون مقطع هيك بهي الطريقة، شايف هلا لما بنيجي نقصه كمان يعني بيطلع معنا ممتاز فكريش. طريقة سهلة جدا. رجعي هيك شوي لورا لفوق. هيك بعيد، أيوه شايفة؟ كله كله هذا راح ينلف ولا شيء بيروح منه. شايفة؟ كله كله بنلف. شو هلا يا ماما بدنا نعمل؟ خلطة الرز أو المحشي. تفضلي. أوكي هلا أحط الرز كم مقة يا ماما؟ أربعة تقريبا مقين كبار. وتقريبا مقين كبار. طيب تفضلي يا ست حلا جهزي لها الخلطة. اول شيء حطينا مقين رز منقوعات طبعا انه تقريبا ربع ساعة تمام. لحمة بالاول شو رأيك نحط اللحمة بالاول؟ يعني كل واحد عادي تقريبا شوية بقدونس قطعناها مشان نحط طعم كثير زاكي تمام. ونحط اللحمة مفرومة والبقدونس تمام عادي يعني اذا شفتي كثير يعني ممكن نقلل الكميه شوي. شوفي انت كيف الوضع. على فكره طعمه كثير زاكي ما احطه والله بكفي هيك ما في مشكله حطي حطي بيدوب هذا بيروح كله بس كثير. طيب يلا هلا شو يا ماما؟ هلا راح نحط البهارات والزيت. نحط الزيت بالاول طبعا صحن عم مش كله خلص تمام. وراح نحط معلقه كل شيء. اول شيء راح احط طبعا ملعقه من البهار مشكله تمام. هلا ملعقه من الفلفل الاسود تمام. وهلا راح نحط ملعقه من الكزبره الناشفه طبعا. راح نحط رشه شطه تمام عشان نحب الشطه احنا. شو هلا يا ماما؟ هلا راح نحط ملعقه بابريكا تمام بطريقه زاكي. وهلا يا ماما؟ راح نحط ملعقة كمون كثير بطيء زاكي مهم كثير في هالأكلة تمام. راح نحط ملعقة من الملح طبعا يعني تقريبا ملعقتين مثل هاي هي واحدة وهي واحدة تمام. طيب هلا راح نحط دبس الرمان تمام ماشي الحال شوف راح تمام تمام ماشي الحال. طبعا احنا شرحنا طبعا الرز والأشياء اوكي هلا رح نقطع الثوم. يلا واحد اثنين اثنين ثلاث يعطيك العافية. هلا شو بدنا نعمل يا ماما؟ بدنا نقطع الملفوف هيك بهذا الشكل هيك. طيب هون هيك شايف كيف عند الملفوفة هيك 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 لفها صار اسهل تطلع معنا بسهولة بالغة. الوحدة هون مربعات او عادي يعني المهم انه يكون عندنا صالح للف تمام. بنشيل طبعا هذا كل العالم بيعرف خلينا نكمل ونرجع. طبعا بين ما تشتغل احنا نحط هذولا بالقاع عشان انه ما بالاعداد يعني ملفوف بس عشان انه شو تفضلي ما ينحرق وبدل ما نحط انه ملفوفه قطعه من هذول بدل ما احنا بنلزق ملفوفه بتلزق هون نقطه بعد بالضبط بهالشكل سهل جدا لحظة بننصحكم نجربها تجربوها كثير سهلة بيطلع كله مصفط وجاهز بسهولة مش راح نحط كل العنق كلهم كلهم لأنه مش راح يحتاج كمية يعني بس عبين ما تعبى الصينية تمام يلا نرجع طبعا كثير زاكي بحبه أنا. شو كنت بدك تحكي يا ماما أنت؟ في شيء عشان نحط نستخدم هذا فيه يعني نحط في طريقة ثانية ممكن نستغل فيها هذا الملفوف. يا سلام استغلال رهيب كيف الطعم بس؟
طيب يلا خلينا نخلص الحل هلا، تضلك ضيع في وقت. اليوم اليوم راح بابا يروح وانا كمان راح اروح، مش بس هو راح يروح، راح يروح واحنا مش مخلصين طبيخ يا ماما. يلا اشتغلي. يلا تفضل يا دكتوره حلا، فرجينا طريقه تقطيع الملفوف. هاي ممكن نستفيد منها يعني؟ لا مش عارف. خلص ما بدنا اياه بنحطهم هيك على جنب. طيب يلا كمل نكمل. الله فن. نحاول انه ناخذ العنق كله هيك، ما نطلعش شيء من الورق، نستفيد على اساس انه نستفيد من كل الورق. حسك الواحد دكتوره وانت تقطع. يا سلام اشي اشي. الله مبدعه. تمام تمام تمام. يلا من النص لازم ضروري اللحمه عشان قبل ما نبدا ايش حشيه وتصفيط. تمام يلا لكن تنقع كل زيت البطاطا من الجاز. أذكى إيش إحنا اللحمة بنحبها؟ يا تحت المحاشي يا بالمنسف، صح يا ماما؟ أما أو مشوية، بس ما بنحبها في الطبيخ في الملوخية والمقلوب والأشياء هاي. بس بنفضل نحطه في المحاشي. تمام يلا خلصيهم ونرجع. هلا يا ماما. هلا بدنا نلف اللي هو الملفوف. تمام شايف كيف الطريقة من أسهل ما يمكن. عزيز دوالي. تمام. تقريبا صح. هيك مثل هيك بنروح بنحطها إيش؟ وبنرصها بهذا الشكل شايفه له وبنكمل بهالشكل. بس بدي اورجيهم اياه. بس يعني كيف شو رايك بالملفوف؟ ما راحش منهم ولا حبه. طريقه التقطيع بس الاطراف هاي. طيب بنحط خلطه هيك. بدي احكي عن شغله، بدي احكي لك شغله. بتعرفي يا ماما انه المصريين، انه طريقه المصريين هي طريقتهم على فكره حلوه جدا. انا ما جربتها ولا مره بس انا بفكر اني اجربها. طريقتهم مختلفه تماما عنا. اول شيء هم ما بيحطوا لحمة، احنا بنحط لحمة، هم ممكن بيحطوا لحمة يمكن من تحت احتمال مش عارف. زي هيك ما بيحطوا لحمة، شو بيحطوا؟ بيحطوا صلصة، احنا ما بنحط صلصة، أو ما بعرف إذا حدا في فلسطين بيحط، احنا ما بنحط، بس بمصر بيحطوا صلصة وبكتروا. وكمان هم بيستعملوا الكزبرة الخضراء، احنا بنستخدم البقدونس. وكمان وكمان احتمال إنه في عندنا مناطق ممكن مثل أهل نابلس كمان ممكن إنهم بيستعملوا الكزبرة الخضراء. وشو كمان هي بتختلف طريقتهم؟ كمان هم بيحطوا بصل بخلطة الملفوف. وكمان كمان برجع بحكي لك انه ممكن ممكن محتمل، انا بتوقع اني مرة شفت اهل غزة بحطوا، او حتى يعني ممكن اي حدا مش بس اهل غزة بحطوا كمان بصل بالخلطة، يعني بشوحوا البصل وبحطوها بالخلطة يعني. بس هذا كنت حابة احكي. المهم شو رايك بالملفوف؟ منيح؟ بنلفه بنلفه وبرجع لنا هيك نرتبهم بطريقة حلوة ونكملهم. يلا يلا نجرب نحاول. يلا نحاول يا ماما نلف، اشوف شطارتك، فرجيني مهارتك باللف. تمام الله اشي مرتب. طيب انا فكرت انه بنتنين من جنب، يعني ماشي الحال كخطوة كمحاولة اول مرة. يلا نجرب كمان واحدة. طب احكوا لنا عن طريقتكم في عمل الملفوف، سواء كنتم من فلسطين او كنتم من لبنان او كنتم من العراق، يعني احكوا لنا كل واحد يحكي لنا كيف طريقته. احنا بالنسبة لنا تعودنا على هاي الطريقة واستمرينا عليها. تمام ممتاز جدا يا ماما. تمام لا ولا يمكن ابدا، لازم تخلصيهم تعملي. يلا اشتغلي اشتغلي يا معلم. خلينا نكملها ونرجع لهم الناس، خليهم يبلوا احنا نلفلف. يلا طبقات، يعني كل طبقة بنحط فيها هلا راح نحط التوم. يلا بنوزع كنا اول شيء ثلاث هون وحده، وبنحط على اللحمه كمان بالطريقه. وبس نخلص نغرسه بين اللي هو الملفوف وبنرجع لكم. تمام اخيرا خلصنا. يا الله شو تعبتي يا حلا. يا ليش يا بنت الحلا ليش غلبتي حالك هيك؟ والله غلبت حالك كله هذا هيك لفتي لحالك ما شاء الله عليكي. طب كان ري هذا ساعدتك؟ طب كان حكيتي لي ساعدك في اللف يا بنت الحلال. الله يعطيك العافية والله العظيم، يعني بالفعل بذلتي مجهود مجهود جبار. يعني خلينا على الخطوة الثانية، عندك فرصة ثانية. شو رأيك تعملي اشي حلو؟ شو رأيك نعمل؟ طب يعني برضه كبسة؟ اه مش انا بلف التوالي ماما. ما احنا عارفين كلهم عارفين واحنا عارفين كلنا عارفين. هلا بتلفوا بهدرة ثانية عقاب لك بدك تعملي حلو. ايش نعمل؟ رز بحليب. رز بحليب احنا فلسطين احذر شو بسموه في فلسطين عندنا؟ رز بلبن؟ لا بسموه بحتي. بحتي؟
هيك بسموه عندنا بفلسطين. في لبنان بسموه رز بحليب، مصر رز بحليب، على رز بلبن يعني. لبن حليب في مصر لبن. رز باللبن. والله معك حق فعلا. على فكره كلمه رز بلبن هي كلمه صحيحه. اللبن مذكور في القران الكريم، الحليب مذكور في القران الكريم لبن وليس حليب. كلمه حليب غلط. طيب ماشي يلا، المهم خلينا نروح نعمل لازم نحط اشياء طبعا عليها، ميه واشياء بدنا نغطيها ونحطها وطحن ومكعب ورق دجاج. عيدي لحالك يلا. ها حط كمون، شو رايك؟ طيب برش ملح، طيب ومرق دجاج، نعم، ومي، نعم، ونحط طحين طبعا اخر شيء. تمام يلا قبل كل شيء يعني. يلا خلينا نحط طبعا عندنا هون المي قاعده تغلي وهي منفوخ، وبدنا نعمل الخلطة اللي نحطها على المي والماجي ومرقة الدجاج وبدايت. راح نحط ملعقة صغيرة ملح عشان تطلع ممتاز، ومكعبين مكعب ونص رشة كمان عشان يتزكي. وطبعا احنا حطينا بيناته بكون طبقة توم. تمام يلا حط صحن، نجيب الصحن نحطه. يلا وين الملعقة؟ يلا امسكي العلبة ضربيها عليكي مش احسن؟ يلا يعني ملعقة صغيرة. ماشي. صير بعدين بهالشكل. لما طلع الشكل معكم هيك ما بتكونش مزبوطة. تمام. وهسه يا دكتورة هلا. احنا بنمر المي. كيف؟ كمان شوي أشوف هيك هيك بنعمل عشان نعرف. شوفي كيف طلع علي، يعني لو حطيت كمان شوي عالي عشان يلا خليه شوي على النار عالية، بعدين بنغطي تحتهم. نجيب الغطاية جاهزة. يلا نستنى ساعتين، ساعة ونص ساعتين حسب ال بنذوق او بنشوف حسب كمية طبعا. ماشي وبنرجع لكم بتكونوا سويتوا اسكى ملفوفة. شو يا ماما تعالي. نعم يعطيك العافية. مرة لذيذ يجنن. شو رايك يا بابا؟ في ايش يا بابا؟ الأكلة ما شاء الله عليها زاكية يا بابا، يسلموا ايديكم. كيف شو رأيك بالضبط؟ زي جوابي زي الأول. شو رأيك في الطبخة؟ شو رأيك في الطبخة؟ يعني كم تقيمها من 10؟ كيف من 10؟ 11 من 10. ايش يا بابا؟ طبخه. اقوم يعني ما كملش اكل؟ مش هتقدر ترتاحي؟ مختصر احكي له وانا عم بلطخ خلص.